هجان ضربة وحدة؟ بس يوسف، هذا اللي عم تسويه بتعرف شو اسمه؟ أنا بعرف شو اسمه. اسمه يأس، اسمه إحباط، فشل، اللي بدك أسميه. بعدين شو ما كان اسمه، هو واقع عم واجهه وعم يعيش فيه، ولازم تخلص منه. وهيك تخلص منه؟ بتهرب؟ يا رجال، أنا كل حياتي عم بهرب، هلا وقفت علي الشغلة. معلش يوسف، هذا الموضوع مختلف. دخيلك نفس الشيء، هيك بكون بديت واجه الواقع بصراحة أكبر. طيب وليلى؟ بتعرف يوسف، أنت بدك شوية مراجعة لحياتك، وأنا برأيي بهي الطريقة اللي عم تفكر فيها بتكون عم تغلط غلطة رح تندم عليها. صحيح هو هذا الموضوع شخصي وانا ما فيني اتدخل فيه، بس انسانه مثل ليلى اذا بدك تخسرها مشان اليأس تبعك فهي خساره ما بتتعوض. بعرف، بس انا هون ما عاد عندي شيء اعمله. يعني برا شو بدك تعمل؟ بجوز ما اعمل شيء، بس على قليل بجرب. شوف يوسف، برجع بقول لك انه هذا الموضوع شخصي، بس انا لو محلك ما بتصرف هيك.